ايش ده؟ انتوا ما عرفتوا تغلبوا الفضائيين؟ طبعا غلبناهم، دحين احنا الفضائيين الجداد وبنحاول ندمر العالم. كافي، ترى انتوا من الصباح جالسين تلعبوا. من امس الصباح على كده، شكلهم بيكسروا الرقم القياسي العالمي. ايش؟ بيلعبوا من امس الصباح؟ قفلتها خلاص، بتلعب وقت كتير كده. فلافيلو لصق في الكرسي، طلوا كيف صار شكله؟ ايه ده؟ الكرسي لزق في ظهري، الحقوني. هذا مو راضي يطلع منك، كده لازم تتعلم تعيش بيه. استنى كده، لا كتير، انا مش عارف انام، مش نافع الكرسي والسرير في نفس الوقت، وانا تعبت خلاص. هتمزح يا فلافيلو، ما رح ينفع اللي بتقوله. تمام، انا همشي بيه وخلاص. اخيرا قام مشى، راسي خلاص حتنفجر من الدوشه اللي مسويينها. ها؟ انت بتكلم مين يا درغام دحين؟ اكيد فلافيلو. بس هذا دوب ومشى. ايش المشكلة؟ احنا كده على طول. بس انت ما بتجلس معايا وقت كتير كده، ما عندي كلام اقوله. شوفوا كده، ما حد اعطانا مكان في الباص، بس ما في مشكلة ابدا، عشان جلس على الكرسي اللي كان معاه في ظهره. طلع موضوع الكرسي مفيد، وكمان حيريحوا مرة في المواصلات. هدول ما حد يقدر يفصلهم. هدول الثنائي العظيم ما تقدر تفرقي بينهم ابدا. المهم ان كرسينا راح في الموضوع هذا مع عم فلافيلو. بالضبط، واستنيت النهايه في الفيلم كمان، ما قدرت طبعا ما اشوفها. ايش؟ كيف ما استنيتها يا ابني؟ ترى الرجال البطيخه يكون ابن الرجال الشمامه. ايوه، وبعدين في الفيلم الجديد راح يتحدون كلهم ويحاربون الرجال الشرير. ايه؟ العنود؟ العنود مين؟ اسم غريب قوي العنود، كده مش محصل عادل ولا حتى خلود. جيب هذا يا درغام. الو، ايوه يا فلافيلو، سيب درغام في حاله، يلا، عنده زوجته واولاده الصغار. يا اخي الرجال نسينا فعلا بسببك. انا بمنعكم من انكم تتقابلوا بعد كده نهائي، وانت روح شوف لك اصحاب جداد، فاهمني ولا لا؟ نعم، قلت ايه؟ انا ما سمعتش صوتك، بيقطع خالص، انت في نفق؟ دي قفلت يا ماما، انا هعمل ايه من غير درغام دلوقتي؟ وطي صوتك يا رجال. معلش بجد انا اسف، لكن انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل ايه من غير درغام؟ ليش موطي صوتك هيك؟ شو رايك تعلي كمان شوي؟ مو معقول، جرب هيك. ساعدوني، فهمت؟ يلا حبيبي روح نام، عن جد نزعت لي عيشتي، فيك تعيط الصباح؟ تمام، تصبحي على خير. وانت من اهله. ايش بيسوي الرجال هذا؟ ايش حيسوي؟ قاعد يطالع في الجدار. ليش؟ انت لما منعتيه شوف عم فلافيلو جلس بالشكل اللي قدامك هذا، يطالع في الجدار من غير ما يسوي شيء. درغام انت كويس؟ ما ادري. طب ايش بتسوي؟ ما ادري. انت شكلك ما تدري ايش تسوي من غير صاحبك فلافيلو، صح؟ ما ادري. خلاص سوي اللي تبغاه، رح نتعشى برا بمناسبة زواجنا اليوم، عارف وفاكر صح؟ ومن دون فلافيلو. انا رايح الكوافير دحين، تعال خدني من هناك بعد ساعتين. ما ادري. هذا علق. يعني بما اني ممنوع من الكلام مع درغام، يبقى لازم اتعلم اعتمد على نفسي بنفسي. ازيك يا نفسي؟ عامله ايه؟ انا فلافيلو. اوه فلافيلو، اهلا، عامل ايه؟ نزل ايدك جنبك وما تبقاش وحش، وانت مالك اصلا؟ هو انت مش عارف انت بتتكلم مع مين ولا ايه؟ هي. المهم واضح كده اني مش عارف اتعامل مع نفسي دي خالص، يبقى انا لازم الاقي مرشحين يبقوا صحابي بجد. اهلا بيكو. ايوه، ومعانا اول مرشح للصداقه. اهلا بيك، انا اسمي رستم باشا. انا عارفك كويس يا رستم باشا، خلينا نشوف، بتحب العاب الفيديو ولا لا؟ ساعات باكلها. هتاكل اللعبه؟ لو اضطريت هاكلها طبعا، امال ايه. جميل، ده ما بيميزش في الاكل زيي، عندنا نقطه مشتركه. طيب ايه اكتر لعبه فيديو انت بتحبها؟ يوم الخميس. ما بيفهمش في العاب الفيديو اصلا. يلا اللي بعده. وانت كمان شكلك لطيف، قولي انت بتحب البودنج؟ هو في بودنج اللي بال اكيد طعمه يجنن. المهم ايه الثلاث حاجات اللي هتاخدهم لو وقعت في جزيره؟ علق ولا ايه؟ اللي بعده. ايوه نجم يا نجم، تعالى. جبت ولا دي الحديقه، ما لي دخل باللي تسويه. جاوبني الاول، بيتزا ولا شاورما؟ بيتزا. اصلا ما تنفعش معايا ابدا، مرجح الولد بالراحه، بتشتت انتباهي. اللي بعده. اخد بسكوت؟ لا،
يلا اللي بعده. عم فلافيلو انت ايش بتسوي هنا؟ انت قصير حتبيني عملاق، مش عاجبني حجمك. اللي بعده. ما جيت هنا للمسابقة اصلا، وانت ما رح تلقى صاحب بالطريقة العجيبة هادي. انا عارف ومزبط ومسيطر وما عجبنيش حد من اللي شفتهم، نشوف حل تاني. ممكن تبطل تكتب اشياء عني في النوتة حقك؟ ذوقه في اللبس غريب. عم فلافيلو كفاية. تمام تمام، اصلا اللي بدور عليه مش موجود في حد، مش عارف انا بعمل ايه. ما ينفع تلاقي اصحابك باختبار، لازم تختلط بالناس وتتعامل معاهم عادي، فكر زي الصيادين كده. قرية الصيادين بعيدة قوي. انا قصدي راقب هدفك من بعيد وبعدين اتصرف. لازم اروح منطقة الصيادين؟ افهم، الموضوع ما له اي علاقة بقرية الصيادين، لازم تروح تتعرف عادي على حيوانات جديدة. عندك حق يا نايف، خلاص جه الوقت اني اقوم من على الكرسي اللي لازق فيا بقاله فترة ده. دام انك عارف تطلع منه وتقوم من عليه، ليش مستني كل هذا؟ الموضوع كان مسلي، اعمل ايه؟ اهلا، ايه رايك بقى لو نبقى اصحاب؟ نعم. لا انا شكلي اتسرعت. ايه رايك في سواقه الاتوبيسات؟ القياده يعني، نلف وندور طوال اليوم. ممكن الف شويه معاك انا كمان؟ هذا مستحيل. ينفع ينفع، اديني كده شويه. هات هات، بلفه كويس جدا. هات اترك. احنا كده مش هينفع نبقى اصحاب، انا هرجع ورا ادور على صاحب جديد تاني. ايه رايك لو انا وانت باين اصحاب؟ عندي مميزات حلوة جداً، عندي إيد آلية ومن عينيا بيطلع ليزر. طلعت فريزر كيف؟ ممكن أجيب فريزر؟ فلافيلو! ها؟ فلافيلو! امسك إيدي يا درغام، يلا امسك إيدي أرجوك. إيش بتسوي يا درغام؟ عيب، أنت رجال كبير بتفضحني بتصرفاتك. أنا من جد طفشان مرة يا فلافيلو، الحقني. وأنا يا درغام جداً، والست دي كمان بتبصلي باستغراب، اصلا مش فاهم ليه. سيبه. انزل من الحافلة لو سمحت، لا نريد حوادث. انا اصلا ما حبيتش حد فيكم، هروح اشوف لنفسي اصحاب احسن. فاكريني مش هلاقي اصحاب؟ اكيد في كتير. عش عش يا صاحبي، عش عش. حنا الأشرار. صدق وايد أشرار. الحقوني. لا تهرب يا أسد. أوه حلوين أوي دول. أهلاً يا شباب، تحبوا تبقوا صحابي ولا لا؟ أنت منو أصلاً؟ مو بأي حد يمر يكلمنا. راوينا قدراتك الأول، تقدر تكسر القارورة هذه بخرطومك ولا ما تقدر؟ طبعاً أقدر. أوه كفو، يسلم خرطومك. راوينا كيف تقدر تفجر هذا الحيط بعيونك ولا لا؟ أمزح، نحن بعد ما نقدر نسويها. شكلك شجاع يا فيل أنت، ممكن تنضم لنا بسهولة. يلا البس الجاكيت هذا، خلنا نروح نراويهم الشقاوة ونخرب يا شباب. أيوة احنا أشرار. مرحبا يا فندم، تشرفنا. اتشرف باسم حضرتك. بالهنا والشفا يا فندم. مرة كويس إننا جينا هنا، جد المكان مرة حلو. أيوة أيوة مرة حلو. هذه كارثة لو لساعك بتفكر في فلافيلو يا درغام. إيش أسوي بس يا العنود؟ ما هو كل شيء غصب عني بيفكرني فيه. درغام بص، بقيت بسلة. هوبيدي 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 هوبيدي. إحنا أشرار، يلا أشرار. طالعوا هنا يا شباب، شكله مكان فخم. يلا خلنا ندخل نتسلى شوية. أنا خايف يعني. أيوة يلا نتسلى. جاي حنا أشقياء. آسف بعتذر منكم، بس ما فيكم تفوتوا بدون طقومة. لا شوف دشيت، شوف منو قال ما يصير. بس للأسف يا فندم الترابيزة دي محجوزة. الحين ما صارت محجوزة. يلا خلا يروح ياكل هناك. أنا وايد جعت، وانت ما جعت ولا شنو؟ جوت. ما اسمعك؟ جوت. ما اسمعك؟ انا جوت.
حنا نبي ناكل، حنا نبي ناكل، حنا نبي ناكل. نبي ناكل يلا، نبي طاولة، هذه انكسرت، نبي طاولة جديدة بسرعة. حنا نبي ناكل، حنا نبي ناكل، حنا نبي ناكل. طلع الناس هدول جد مرة غريبين، ماني عارفة كيف يتصرفون بالشكل هذا. فلافيلو؟ ترى كافي تهيؤات. لا يا العنود، فلافيلو هنا. اوه درغام، ايش بلاك يا اخوي؟ هالريال الملون مضايقك ولا شنو؟ ايه اوه لا اوه اشوفه وايد مضايقك. يلا صير واجه الاسد اللي واقف هناك، ولا انت مو بشرير؟ ها شرير طبعا شرير، ايه السؤال ده؟ ولا ايه يا برنس؟ انا شايف انك لقيت اصحاب جداد يا صديقي، يلا مبروك عليك. مش مبروك خالص يا درغام، انا المفروض امسكك واضربك حالا دلوقتي، عشان كده كلهم باصين عليا. يلا نعرف الشغل، يلا نعرف الصراحه. وانت يا صاحبي ايش ناوي تسوي؟ مش عارف يا درغام، انا متضايق لانك ما بتكلمنيش خلاص، عشان كده هرمي التورته الحلوه اللذيذه اللي بالكريمه دي في وشك غالبا. بس انا ما كنت ابغى الكلام هذا يا صديقي، العنود اجبرتني على كل هذا. صاحبت ناس غريبه عشان ما بقاش وحيد وانت مش موجود، شايف عملت في نفسي ايه؟ للاسف ما صدقتك يا فلافيلو، انت فعلا لحد درجه ما عندك اصحاب غير درغام؟ انا ما كنت اعرف كده. للاسف يا عنود، مش عارف فعلا اتعامل مع حد تاني. احنا كده من جد يا العنود، ارجوكي. خلاص تمام، اتكلموا وسووا اللي تبغونه. أيوة. يا فلافيلو وإيش تطريع عندك؟ لا تكون استويت واحد منهم؟ يا لهوي، هنخلص من دول إزاي بقى؟ هقولي طبعاً سهلة، بحرب تورتة الكريمة. هيا شو اللي قاعد يصير؟ حرب تورتة الكريمة. ييهو، هكذا تكون التسلية. هيا بنا. ييها، حظنا حلو قوي إن إحنا بناكل كيك، كده هنعرف نشاركهم فرحتهم. أوكي، بديت والبادي أظلم. يلا امشوا، خد الجاكيت يا صاحبي، فلافيلو خلاص هيهرب. تعال يلا نسوي وضعيتنا القوية مرة. يا درغام مو كده، ما تفضحني قدام الناس. طيب ماشي خلاص، نسوي وضعيتنا في البيت. وحشني اللعب معاك مرة يا أحلى صاحب يا فلافيلو. وأنا يا درغام، بلاش نفترق تاني أبدا. أنا داخلة أنام، وإنتوا كمان ما تسهروا كتير. وإنت يا فلافيلو، إنت عارف مكان الباب صح ولا لا؟ الباب؟ إيه ده؟ فلافيلو العنود، فلافيلو الباب أها قدامك. العنود باب إيه؟ فلافيلو كفاية. العنود مش كفاية. يعني العائلة كلها فوق مبسوطين بالرحلة ونحن هون بالمغارة؟ دخلك شو عم نعمل يا رزان؟ يمكن نلاقي في المغارة هذه حفريات للديناصورات اللي كانت موجودة من قبل التاريخ. يا لها من تهيؤات. تعتقد انت؟ لايكي، في كتابات تاريخية على الحيط هونيك. يا ريت الكل عظيم زي الامبراطور فلافيلو الخارق البطل الجنرال. هذه مو تاريخية ولا شيء. هذه شخبيط عم فلافيلو. شو اللي بيلمع هيدا؟ شو في بلكي بتعوزيه؟ ايوه، طالما بيلمع بعد كل الوقت هذا يعني أكيد مهم. هذا أكيد حجر له قيمة كبيرة. إذا كان حجر مهم مثل ما عم بتقولي، لو حملتيه فوق رح تضوي حواليك ضواوي كتير، ورح نسمع صوت كورال بخوف. إيوة شكله قيمته كبيرة. ليث عطني الكرة حواريك حركة جديدة مرة حلوة. امسك يا بابا. ايش رايك في الحركة؟ طالما الحركة من غير كرة، ليش اخذت الكرة مني؟ احب ادهش منافسيني مرة. هاتوا اوريكم حركاتي الشقلبازية. شفتوا بقى فرقعتها حلو ازاي؟ شوفوا ايش لقينا. واو، هذا شكله حجر روعة. يا بنتي هذا مرة بيلمع. بصوا، عملت طاقية بالكرة المفرقعة دي. كنت بتعمل كده وانت صغير يا ليث؟ انا اساسا لسه صغير. ما تهزرش يا ليث، مش انت اكبر مني برضو؟ كيبو كيبو، زي سمعوني دهشة. يلا هذه كانت حلوة يا عم فلافيلو. تسقيف، يلا تسقيف حاد. كفاية خلاص، ماني عارفة أعيش في البيت هذا. يا ليتني أعيش في جزيرة مهجورة مرة. اتبقى هنا بيت بالسجق، مين يبغاه؟ أنا. هذا كده صوت فلافيلو؟ أيوة، صوت فلافيلو جه ومش هيمشي من هنا من غير طبق البيت بالسجق العظيم اللي أنا بعشقه يا عنود. إيش هذا؟ مين اللي يعذر جولي كده؟ لو ما جاليش بيت بالسجق هعض رجل واحد كل 10 دقايق وأخد خنشر من بنشر. أدوله بيض بسرعة يا جماعة، أنا رجولي تعبت خلاص. فلافيلو اطلع من تحت الطاولة وعدل جلستك معانا يلا.
أسرع. استخبيت عشان بناي عنود أصلي دايما متقل عليكو. إيش أسوي يعني؟ بطردك وإنت ما بتمشي أبدا. أيوة في الجزئية دي عندك حق. يا ترى فين رزان؟ دقيت على بابها كتير لكن ما طلعت. إيش ده يعني رزان لسه ما صحت إلين دحين؟ أنا مو مصدق، هروح أشوفها يمكن تكون زعلانة من شيء. رزان رزان. ها؟ ماما بابا رزان مو موجودة. رزان كيف هذا؟ فين ممكن تكون راحت؟ أنا شاكة في الجوهرة اللي لقيتها ومو راضية تسيبها. ممكن تكون هي السبب في كده. إيش حنسوي في الوضع الغامض والخطير هذا؟ في خيارات: ألف نحلها بنفسنا، باء نروح نقول لدكتور أبو العنين، جيم. معقول أنا اللي اختيار جيم؟ معقول أنا آخر اختيار؟ رأيي إنك لازم تفرح لأن اسمك موجود أصلاً من ضمن الاختيارات. لو عليا كنت رأست لومبانية لومبان لومبان. كلامكم عن الجوهرة ذكرني بشيء مهم جداً. هيا ساعدوني لنبحث في هذه الكتب. لابد وأن نجد معلومات هامة عن الجوهرة لتدلنا للطريق الصحيح. إيش ده؟ أنا لقيته. ليس الكتاب بل إعلان محل كباب. هات أما نشوف فيه إيه. أيوة صح، إعلان كباب جي ممتاز. لقيتها، طالع الصورة هذه تشبه الجوهرة اللي كانت مع رزان. دعني أرى يا ليث. شكراً. معك حق، إنها الجوهرة الخيالية الموجودة في أساطير المايا، اسمها عين النسر. حسب الأسطورة صاحب الجوهرة يتحقق له كل ما يتمنى مهما كانت أمنياته. بما أن الجوهرة اختفت مع رزان، هذا يسيب لنا اختيار واحد فقط للأسف. أيوة، وهو إننا نطلب الكبابجي. يوه، رقم التليفون في الإعلان اللي بلعته. هناك شيء آخر، هناك نسخة ثانية من جوهرة عين النسر، والغريب أن الحجرين يجذبان بعضهما حتى يلتقيا. إحنا فين ممكن نلاقي الحجر الثاني؟ سنجده في جزيرة مهجورة اسمها بيجي بيجي، شوهدت هناك مؤخرا. أكيد الجوهرة هي اللي ودت أختي رزان هناك. بالتأكيد، لنجد طريقة للذهاب إليها. أنا تقريبا أعرف أحد ممكن يساعدنا. تعال ورايا يلا. أيوة أنا جاي، بس مش وراك قوي. ها هلا شباب. ها ها ها، هذا هو يا شباب النوخذ الخبير اللي كلمتكم عنه. يا خبير. ايوه باين عليه الخبره، بس لو يثبت شويه. درغام يا مرحبا. اهلا بك يا كابتن فرحان، هذول جيراني وهذا ليث ابني. هلا هلا يا جماعه، انا النوخذ فرحان. اهلا، وانا الفيل فلافيلو. اهلا يا عم القبطان. بابا، هو القبطان هذا غريب ولا انا عندي تهيؤات؟ منو هذا يا درغام السايق الجديد؟ النوخذ فرحان هو افضل واشطر واعظم قبطان شفته في حياتي. اي مجرمك عندنا اليوم يا درغام؟ رياح. لا هذا مستحيل، طار الريح ساكنه اليوم. استنوا بس، سيبكم من الرياح وغيرها دحين، خلونا نتكلم عن الجمبري. اي ربيان انت، بسرعه فتحوا الاسرع يلا. ايش ده؟ القبطان هذا غريب، سوي شيء يا بابا. قبطان فرحان، انت لازم تودينا جزيرة مهجورة في أسرع وقت، هذه مهمة مرة خطيرة، حياة رزان بنتي ممكن تكون في خطر. أفا بس خبرني أي جزيرة تبون تروحون. صالح بي، ممكن لو سمحت ورينا الجزيرة اللي معاك بس. تفضل يا قبطان، تفضل، جزيرة بيجي بيجي. كفو والله رسمتها صح، بس لو ترسمني ينبها وتطلعني كشخة، بس مو اليوم ترى شعري مخربط. يلا ركبوا الطراد. انت ممكن توصلنا الجزيرة هذه بقد ايش يا قبطان؟ يعني في 7 ثواني. مو لهالدرجة. هذا مستحيل، جزيرة بيجي بيجي في وسط المحيط الكبير. يعني انت من جد ممكن توصلنا الجزيرة هذه في 7 ثواني يا فرحان؟ افا عليك. طيب يلا ودينا. ها حنا وصلنا فعلا. ايش هذا يا بابا؟ مو مصدق اننا جينا بالسرعه هذه فعلا. ما قلت لكم؟ يا سلام لو القبطان فرحان يوديني الكبابجي في 7 ثواني برضو. تدلل بس تدلل. لا حنا جينا هنا بس عشان ننقذ رزان، وما رح نمشي غير لما ناخذها معانا. يبقى انا هروح ادور على لقمه كلها في المركب الجعانه دي. هو ايه المكان ده؟ السفينه دي عامله زي سفينه الفضاء. اوه يا ترى سرعتها القصوى كام بقى؟ الدراع ده شبه الفتيس بالظبط، هشده. اكيد عم فلافيلو سوى شيء جوا. انا ما عملتش اي حاجه ابدا. انت كيف تدش حجره النوخه بدون اذن؟ ما كنتش اعرف، بس انا ما اكلتش مكرونه القبطان من غير اذن. دقيقه، اسمع صوت الطبل هذا جاي من فين؟ صوت الطبله اللي من بعيد فعلا لطيف، بس قريب حيتعب وداني. دندرو دندرو دندرو. لا اظنها جزيره مهجوره كما اعتقدنا. شوفوا فيها سكان. هيا امسكوا به. يلا ما تقفوا، اهربوا. وقع
اجروا اسرع، قاعدين يقربوا. اسمعك يا صديقي. مش عارف اجري على معدة فاضية. هل تظنون انكم ستهربون؟ الصراحة تخيلت ممكن، بس عقبها ما تخيلت، وحزتها قعدت افكر وقررت ما افكر. ترى التفكير وايد صعب علي. هيا لنأخذهم، القائد هو من يقرر الحكم عليهم. احنا لازم نخرج من هنا لو احنا في الحالة هذه. يا ترى رزان بنتي حالها ايش؟ ايش بتسوي يا عم فلافيلو؟ بحاول اتني قضبان القفص بقوايا العقلية زي ما انت شايف كده. راح طراد الهديد من تحت راس الفيل. ما تضغطش علي يا قبطان عشان ما عملش فيك بالزبط زي القضبان. لحظة، ما هذه الاصوات؟ ما اعرف. انت يا حارس، يا حارس، ايش الاصوات اللي سمعينها هذه؟ اصوات مراسم تتويج ملك قبيلتنا الجديد. قبل ما تحبسوني يا حارس، عايز استخدم حقي في اجراء مكالمه تليفونيه فورا. ها، شكرا لذيذ. ممكن تقول لي متى راح تخرجونا من هنا؟ اخر خميس في شهر ليس فيه قمر. يعني يوم 22 كده الاسبوع الجاي. هذا بيتمسخر علينا. مراسم التتويج انتهت الان، هيا الى الملك الجديد ليحكم عليكم بتاديبكم. هو مين هو عشان يأدبني؟ ده انا بابايا ما عملهاش معايا ابدا، بس يا ريتو كان عملها كتير. اتمنى ان يفكوا اسرنا. ما تقلقوا ابدا، سيبوا لي موضوع الكلام معهم، بعرف اتصرف. اه يا جلاله الملك، انا جلالتك مجرد اب حزين بيدور على بنته. انت تعرف ايش يعني فقدان الابنه وخاصه لو صغيره؟ اه يا بنتي يا حبيبتي. بابا ما تقاطع كلام يا ولد. يا ملك قول، الاب ايش حيسوي من غير بنته؟ انا ابغى اعرف. اه يا بنتي. يا درغام استنوا، انا طولت عليك يا جلاله الملك. بابا ايش في؟ بابا رزان انت قائدة القبيلة هذه؟ ايوه انا. لما شافوا الجوهرة معايا اخذوها مني وكانوا فرحانين فيها مرة، بيقولوا كمان ان في جوهرة تانية. وقبل ما يقدموني للتنين عشان ياكلني اكتشفوا اني ذكية جدا ومنطقية وعقلي يوزن جزيرة اكبر منهم، وقالوا لي اني لازم اصير في ادارة الجزيرة حقتهم وخلوني زعيمة القبيلة هذه. رزان بنتي العبقرية يا جماعة. البنت البارية. بس افهم من كده انت تبقى ايه يا ليث؟ انت طلعتي في مغامرة مدهشة يا رزان، واحنا كنا خايفين لا يكون صار لك شيء. انتوا وحشتوني كلكم، ابغى ارجع بيتنا حالا. انتوا كيف جيتوا هنا؟ بفضل طراد القبطان فرحان، بس الطراد للاسف في وضع سيء بسبب حادثة صغيرة حصلت لنا. هذه بسيطة يا حراس، بسرعة روحوا جيبوا واحدة من عيون النسر. يلا وحنسيبهم يمشوا خلاص. قوة عين النسر. هيا. أنا حترك زعامة القبيلة وأروح معاهم. وكيف لنا أن نكمل بلا زعيم؟ لا تقدروا جدا، أنتوا شعب مرة قوي، تقدروا تحققوا أي شيء لو تعبتوا شوية. هذا رأيك فينا حقا؟ أيوة طبعا، وآخر شيء لو سويتوا كده أحسن لكم فعلا. بسر 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 ماذا؟ آسفة، أنا قصدي كده. المهم تمام، يلا يا بابا نمشي. رزان انت ايش قلتي لهم؟ من الغد يا شباب سنعلن دولتنا الجديدة ثم نحتفل بقيامها. ايوة انا الرحلة دي جوعتني جدا يا جماعة. لا تقلق يا عم فلافيلو، لان انا حليت الموضوع هذا قبل ما رجع عين النسر. الطلبات هتيجي دحين. اهي جد. انت بتفكري كويس يا رزان، قوة الكباب. قم لو مش هتاكل هاكل. قم قم. ايوه شكلك مش هتاكله، ما تبصليش على الفاضي كده بعينيك.